أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. الزور في الأرض، حبيت ندير هذا الفيديو يعني الثاني المباشر باش نتكلم على المجلس الدستوري اللي هو مؤسسة سيادية اللي كان ترأسها المرحوم مراد مدلسي، اللي هو كان يعني عصر القانون الجزائري ومرر العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة بالرغم من مرضه. فهو كان زور ملف الرئيس وقبله بالاستمارات مزورة التي تعد بالملايين ولم يتم مراقبتها، يعني لأنه رئيس الدولة، وهو الذي والرئيس هو الذي عين مراد مدلسي. وانا نقول يعني ما اشبه البارحه باليوم، يعني نفس الاشخاص من نفس الدوار نتاع الرئيس يتعين بعد وفاه مراد مدلسي. هذا اللي كان مستشار على مستوى الرئاسه بالعيز اليوم تنصب على رأس هذه المؤسسة السيادية تمهيدا لقبول ملف الرئيس بوتفليقة، وهو غائب عن الساحة السياسية والاجتماعية. فإذا هذا القرار الذي اتخذه الرئيس بتنصيب بلعيز وبتنصيب هذا الرئيس اللجنة المستقلة، هو نفس هذا الشخص يعني يترأس هذه اللجنة في 2014 في العهد الرابعة. فهنا حسب هذه المعطيات نتوصل إلى نتيجة على أن هناك نتيجة الانتخابات الرئاسية محسوبة مسبقا أو محسومة مسبقا. فهنا نطرح السؤال التالي: هل في نية النظام أن يذهب إلى انتخابات شفافة أم لا؟ وخاصة عندما ترشح الرئيس إلى جانب ترشح الآخرين. وهنا نطرح سؤال آخر: كيف سنتعامل مع هذه المستجدات التي لا تبشر بالخير ما دام الرئيس هو مرشح؟ فهناك حل واحد، إما أن يسحب الرئيس ترشيحه حتى نذهب إلى انتخابات شفافة ونزيهة وتفرز لنا صناديق يعني رجل صالح. وأنا أشهد اليوم على كل حال حتى أثني على هذا المرشح، يعني هذا الشاب الوسيم، هذا الشاب الذي كان يعني غير معروف، وهو كان يعمل منذ العهد الرابعة على أن يظهر على الساحة السياسية كمرشح رقم واحد. ونحن رأينا يعني، وهذا هذه كلمة حق نقولها يعني، ألا وهو رشيد نكاز الذي كسب قلوب الشباب. فإذا هذا النظام نتاعنا لما توصلش إلى حد الآن به بالأذناب نتاعو، سواء هذو رؤساء أحزاب نتاع الموالاة أو حتى أحزاب المعارضة الكرتونية، الأحزاب اللي تجتمع في الصالونات مربوطين يعني مفصولين عن الشعب، عن القاعدة الشعبية. وحنا نشوفوا اليوم راهم مجتمعين يعني في مقر حزب العدالة والتنمية ولا والبناء ولا أنا ما نجمش نسميهم، باسكو هذو رؤساء أحزاب هما يعني أحزاب الائتلاف، هم ياكلوا من خزينة نتاع الدولة فقط، فيهم حتى برلمانيين. فإذا رشيد نكاز هو كاسب قلوب الجزائريين والجزائريات بخرجته. هناك من يقول عنه أنه بهلوان، ولكن البهلوان يعني رأينا ممن ترشح يعني مؤخرا، هؤلاء لم يظهر لهم أي أثر في الميدان ما عدا واحد، هذا اللي هو يعني من دور الرئيس، وهو من باب الجهوية أعطى يعني استمارات، هو يقول 30,000 استمارة مد هذا الرئيس يعني. وهنا نحاز إلى الرئيس لأن الرئيس هو ابن الدوار. فإذا حتى يعني نقول كلام آخر، إن الرئيس بوتفليقة هو يخطط
أو كان يخطط يعني لكي يؤسس مملكة جزائرية، لأن لو ندخل في تفاصيل يعني منذ 99 ونضع حوصلة لسيرة الرئيس، يعني هناك سيرة يعني تظهر في الواجهة وهناك سيرة خفية. فإذا الرئيس هو عمل في الكواليس كثيرا، هو تقريبا استولى على مفاصل الدولة، يعني عندما يقوم بتعيين يعني جنرالات وترقية جنرالات من الدوار ويضعهم على رأس بعض المصالح السيادية، ولما يعين وزراء، يعني هؤلاء الوزراء هم في الحقيقة من دوار الرئيس كذلك، ولكن هم كانوا ضمن قائمة التي طرحها الرئيس بن بلة رحمه الله على بوتفليقة حتى يتبوأوا مناصب في الدولة الجزائرية، ومنهم عمار تو، طيب لوح، بن عمر الزرهوني كمستشار في الرئاسة، بلعيز وزير خارجية مساهر. فهؤلاء كلهم استولوا على كل الهيئات الرسمية في الدولة، وهنا نعتبر هذه العملية اللي قام بها الرئيس هي عملية انقلاب ضد الدولة الجزائرية، حتى يتمكن من كل السلطات ومن بعد يذهب إلى مرحلة أخرى، وألا وهي تأسيس نظام التوريث في الجزائر على شاكلة نظام التوريث في المغرب. على كل حال، كيف بدأ التوريث في المغرب؟ نفس الشيء، لأن بوتفليقة اليوم الشعارات اللي يرفعها المواطن الجزائري يعني بوتفليقة مروي، فعلا إنه مغربي الأصل. وهنا نعطيكم دليل، هو كان لما كان في وجدة مشى يعني جهاز الدرك باغي يلقى وظيفة، وقبلوا له الملف نتاعو ولكن رفضوه في على جال سبب واحد، لأن القامة نتاعو قصيرة، يعني لو كان كانت القامة يعني أطول شيء ما لا قبل ملفه. فإذا الدرك المخزني لا يقبل ملف من طرف أجنبي لو لم يكن مغربي الأصل. فإذا بوتفليقة هو بالنسبة لنا هو أجنبي، ولكن زور الوثائق نتاعو وأصبح جزائري، كما زور بن بلة غادات الاستقلال، وهذه المعلومة يعني استقيتها من مغربي الأصل، يعني مناضل معروف في وهران، وهو اللي قال لي هذا الكلام. قال لي بن بلة لما دخل على ظهر الدبابة وما صار يعني كما بدا يهيمن على الإدارة الجزائرية، جلب 80,000 مغربي، صور لهم الوثائق وأصبحوا جزائريين. هؤلاء هم بيننا، يحملون البطاقة الوطنية. فإذا هنا لتعلموا أن بوتفليقة هو أكمل مسيرة بن بلة، ولم يصل بعد إلى مبتغاه، لأن بعض المعطيات وبعض المعلومات تقول أن بوتفليقة له زوجة إماراتية جاءت إليه بابن غير شرعي، هو اليوم موجود في الإمارات، ونتمنى الرئيس بوتفليقة يأكد لنا هذه المعلومة ولا ينفيها. فإذا الإمارات اليوم أو البارحة كانت تلعب دور خفي للاستيلاء على سلطة القرار في الجزائر، حتى يعلم الجزائريين والجزائريات أن حتى في سفارة الإمارات كان فيه خط سري مربوط بالرئاسة الجزائرية. وأنا استقيت هذه المعلومة يعني من شخص موثوق كان موجود في سفارة الإمارات يعني في الجزائر العاصمة. فإذا دولة الإمارات اليوم اللي راه يقصدها قايد صالح أكثر من مرة، إما بأمر من الرئيس أم من أجل هدف ما لا نعلمه. وهذه الأيام قايد صالح كان في الإمارات، وقبلها كان قام بزيارة إلى الإمارات وإلى قطر،
وأظن إلى دولة خليجية أخرى. فإذن هذه الدول وعلى رأسها الإمارات، انظروا كيف اليوم أصبح اليمن، يعني اليوم الإمارات هي تشتري المرتزقة من إفريقيا لتذهب بهم إلى الموانئ اليمنية، وانتم شفتوا اليوم اليمن راهي ممزقة. فإذا هذه الدولة المارقة التي تشكل واجهة لإسرائيل هي إسرائيل بيس. فاعلموا جيدا أن هذه الدولة كلما اقتربت منا كلما اقترب الخطر، فهي مستعدة. أنا أعرف العرب ما عندهمش نيف، ما عندهمش ثقة. احنا شفنا كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أهانوه، يعني كسروا له سنيه. فإذا نفس السلوك، يعني هؤلاء العرب هم جبناء. وهنا أستذكر، يعني كلما أنجز فيديو أستذكر هذه المقولة عن تشرشل، يعني رئيس الحكومة البريطانية في الحرب العالمية الثانية أظن، هو اللي قال يعني على كل حال بعظمة لسانه، يقول هكذا: إذا مات الروس ماتت القوة أو مات السلم، وإذا مات الألمان ماتت القوة، وإذا مات الطليان مات الإيمان، وإذا مات الفرنسيون مات الذوق، وإذا مات البريطانيون ماتت السياسة، وإذا مات الأمريكان مات الغنى، وإذا مات العرب ماتت الخيانة. ما دام العرب على قيد الحياة فهناك الخيانة متفشية في عروقهم. وانظروا اليوم كيف سمح الرئيس بوتفليقة، يعني هذا بين قوسين، كيف سمح الرئيس بوتفليقة لأمراء الخليج الإماراتيين والقطريين والسعوديين، كيف هم اليوم في صحرائنا يصطادون الغزال ويصطادون الحبار، يعني بأمر من الرئاسة، بتوصية من الرئاسة أو بضوء أخضر من الرئاسة. فإذا علاقة هذه الدول بالرئاسة الجزائرية وبالأخص ببوتفليقة بحكم أنه عاش عندهم مدة 20 سنة، يعني عندما كان الجزائريون يكتمون بالعشرية السوداء، يعني ولم نسمع من الرئيس ولو كلمة حق، يعني لما كان يسقط الرجال. واليوم يأتي بوتفليقة ليتشدق هذا الأفلينيون، يعني بالرئيس وبخصال الرئيس وهو الذي أنجز المصالحة، كله كذب في كذب، لم يفعل شيئا الرئيس. هو الذي قال بعظمة لسانه: لو كان عندي 20 سنة لصرعت الجبل. وهو الذي ذهب إلى منطقة القبائل وبالأخص في تيزي وزو، وقال لهم: مستعد أن أستشهد في سبيل الله ضد الجنرالات. هو يعرف أن الجنرالات هم الذين أتوا به إلى سدة الحكم. فإذا هذا الرجل خطير، ما دام هو يرأس وما دام المتشدقين يدفعونه إلى عودة خامسة فهناك شيء خطير. فهناك ربما صفقات سرية لم يعلن عنها وهي طويلة المدى، وإذا ذهب الرئيس وانقلب النظام فستكشف بعض الأمور الخطيرة التي تدخل في خانة الخيانة العظمى. فلذا هم مصممون مع ممهم فرنسا حتى يبقوا على الوضع كما هو، حتى لا تكشف أمورهم. وهؤلاء نعتبرهم من الآن هم خونة، هم أذناب فرنسا، هم يسيرون الجزائر بالوكالة، بالوكالة هي وكالة فرنسية. فإذا، وهنا أفتح قوسين قبل أن أنتهي، كلامي موجه للفريق زايد صالح، عليه أن ينضم إلى شعبه. والرسالة الأخيرة الصادرة من مدير الإعلام، يعني هذا كيسموه بادي ولا مانيش عارف، اللي يهدد فيه يعني الشعب الجزائري، يقول فيه يعني هناك مخطط يعني لزعزعة استقرار الجزائر. وهنا يعني من الذي يهدد استقرار الجزائر وأنتم ذاهبون إلى عودة خامسة برجل غير موجود ولم نسمعه مدة 6 سنوات؟ من يهدد الجزائر؟ هل هذا الجنرال مدير الإعلام هو يقبل برئيس لم يراه هو نفسه؟ كيف يعني؟ فإذا رسالة أمان
وخير موجهة إلى طريقه صالح حتى يفكر جيدا. الجزائر ليست ملكية ولن تكون أبدا مملكة، فإذا أنت رجل مجاهد ونعرف عنك إلا الخصال الحميدة، فاصطف إلى جانب شعبك. بوتفليقة هو سيزول حتما، الجزائر ستبقى، وكفالة من الشعارات، لأننا نرى كل يوم يعني في خطب قايد صالح رفع شعار الوطنية، والأفلان يرفع شعار الشرعية الثورية، والأحزاب يعني ترفع شعار الاستمرارية. فإذن هاته الشعارات الثلاثة، الاستمرارية والوطنية والشرعية الثورية، هي شعارات يتاجر بها من أجل البقاء في الحكم إلى مدى الحياة. فخير الكلام ما قل ودل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.